السلام عليكم، معكم الفنانة هشام الصغير، فنان شعبي من مدينة قلميم. 24 سنة، بديت المسيرة ديالي في سنة 2011 بمدينة قلميم. بديت تنخدم مع الدقيقية، الدقام راكشية، تنخدم في الأعراس وهذا فوالا. التراث المغربي والشعبي، وكما كنشوفوا اغلب الفنانين يعني كيمشيو الاغنيه شبابيه وكيمشيو للراي وهذا. انا فعلا تنغني الراي، وعندي اغاني ديال الراي راه كاينين في القناه ديالي في اليوتيوب، ولكن كما كنقولوا الاصل كيبقى اصل. ولحقاش انايا كبرت في مدينه قلميم، ولكن الاصل ديالي ماشي من مدينه قلميم فوالا. هادشي هذا اللي خلاني انني نختار هذا الميدان ديال الشعبي. الاغاني كتكلم على بزاف الحوايج، كاينه اغاني شعبيه، اغاني ديال العيطه، اغاني كما كنقولوا اغاني ديال العلوى، بزاف ديال الحوايج. الغناء ديال الشعبي كيجمع بزاف ديال الحوايج، فيه الحب، فيه يعني هادشي اللي كنعيشوا في المجتمع ديالنا، فيه التراث، فيه بزاف ديال الحوايج. يعني الشعبي ماشي شي حاجه اللي محدوده، فهمتيني؟ يعني الشعبي واحد الحاجه اللي راه تبارك الله بزاف. واخا نبغي نهضر ما يكفينيش نهار. تنغني في الاعراس، تنغني في دوز فيستيفالات، دوز بزاف ديال الحفلات في وطنيه وجهويه فوالا. وعندي اغاني ديالي، عندي اغاني ديالي راه كاينين في القناه ديالي في اليوتيوب هشام الصغير فوالا. وكاين بزاف ديال الاعمال اللي دوزناهم الحمد لله، وكاين كسبنا ناس ديالنا، وعندنا ناس كيتابعونا الحمد لله في الانستغرام وفي الفيسبوك، يعني كاينين الناس كيساندونا وكيشجعونا، هذا علاش حنا الحمد لله مستمرين. بيني وبينك انا ما كنقلد حتى شي فنان، ولكن كاينين فنانين كيعجبوني، فنانين شعبيين كيعجبوني بحال سلطان الطرب الشعبي سعيد الصناجي ومن لا يعرفوه، عندلي بالاغنيه الشعبيه، عبد الله الداودي، واحد الفنان حتى هو زوين تبارك الله عليه الله يوفقه، وليد الرحماني. كاين بزاف ديال المغنيين، بزاف يعني كاين بزاف. راه المغرب تبارك الله كله دي زارتيست. ايوا ماشي نقول لك بغيت الشهره ولا شي حاجه، يعني الشهره الا جات علاش لا، حنا عايشين، حنا دابا غاديين والشهره الا جات علاش لا، داكشي ديال الله. الفنانين اللي كاينين الكبار ديال الشعبي كلهم تبارك الله في المستوى، وكلهم يعني استفدنا منهم بزاف، بحال عبد العزيز الستاتي، بحال كما قلت لك سعيد الصناجي، كاع الفنانين الكبار استفدنا منهم بزاف. كاع الفنانين الكبار كنتصنت ليهم وانا معجب بالعمل ديالهم وتبارك الله عليهم. مي اللي ما كيعجبنيش هو هادشي اللي واقع في الساحه الفنيه دابا، كما كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كاينين النزاعات بين الفنانين، كاين بحال المشاكل اللي واقعين لعادي الميلودي، والمشاكل اللي واقعه مؤخرا للامينوكس، والمشاكل اللي واقعه سميتو دنيا باطمه، وهذا يهضر في هذا، هذا يشقر في هذا، يعني ما كاينش يعني قليل فين كتلقى مغني كيهضر زوين على مغني اخر. يعني هذا الشيء هذا هو اللي ما كيعجبنيش انا في الساحه الفنيه المغربيه. اللي كيدعمني لا، انا اللي يعني انا اللي واقف على شغلي، وانا اللي اي حاجه كنديرها كنديرها لراسي الحمد لله. ما كاينش شي واحد اللي كيدعمني وشي واحد. الدعم اللي عندي هو ارضات بامي، الوالدين ديالي اللي كنتمنى الله يبارك في عمرهم. الكلمة الأخيرة كنشكر الناس اللي راهم ديما يعني كيحفزونا وكيشجعونا وكيتابعونا واللي كيدعيو معنا بالخير، وكنشكر يعني حتى الناس اللي ما كيبغوناش، وحتى هما يعني بنادم ما يعني ما كي شنقول لك ما كيشجعكش وهذا، حتى هما كنقول لهم إن شاء الله غادي نكونوا عند حسن الظن ديالكم في المستقبل إن شاء الله بحول الله. نسيت دموعي وخليني نبكي، ولا تقولي لي علاش اللي تمنيتو بعيني الناس ما قالوش ليا، تقولي نبغيكو بهاد الكلمه ما حساش، كنت حسي بيها في بلاصتي تبكي انتيا، كنت حسي بيها في بلاصتي تبكي انتيا. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.